اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من حلقات قناه ازاي. النهارده ان شاء الله هنتكلم مع بعض عن معايير الائتمان الخمسه، الفايف سيز اوف كريدت. ليه اخترت الموضوع ده عشان اتكلم فيه؟ بصراحه قابلت مجموعه من الزملاء حديث العهد بالتمويلات الصغيره، فلقيت عندهم انطباعات معينه بيقولوها لي ان المخاطر صعبه قوي او بتضايقهم دايما. الحاجه الثانيه ان هو مش محتاج يفهم ايه التحليل بتاع الداتا او ان هو يفهم اسس وقواعد الائتمان، لان هو شغال في التمويل المتناهي الصغر او التمويل الاصغر، وده ما بينطبقش عليه نفس شروط الائتمان الكبير. انا هنا بصراحه مش هقول اتضايقت، بس اعترضت بشده على الموضوع ده. الائتمان هو الائتمان، اللي هيخرج جنيه زي اللي هيخرج 1000 زي اللي هيخرج مليون. حضرتك لازم تكون ضامن ان الجنيه اللي انت هتطلعه هيرجع تاني. كل ما كان اختيارك للعميل صح، كل ما كان محفظتك قويه، كل ما كنت متميز في شغلك. الفايف سيز ديت كلنا بنعتمد عليها. انا ليه هشرح لك دي بالذات وهبدا بيها؟ لان المخاطر بتركز عليهم في تحليل العميل اللي انت بتجيبه، فتبقى فاهم ايه السبب اللي بيخلي المخاطر ترفض عميل وتقبل عميل. ايه هم الفايف سيز وليه سموهم الفايف سيز؟ سموهم الفايف سيز لان الخمس كلمات بتبدا بحرف السي: كاركتر، كاباسيتي، كابيتال، كولاترال، كونديشنز. هم دول الخمس عناصر اللي احنا هنتكلم عنهم. اول حاجه الكاركتر او شخصيه العميل. يعني ايه؟ لو العميل شخصيته او طبعه مش كويس، حتى لو مضيته على شيكات، لو خدت منه ضمانات، لو عنده القدره، عنده كل حاجه، وهو طبيعته مش حد كويس، تاكد ان انت هتتعب جدا عشان تاخد الفلوس اللي انت منحتها له تاني. طبعا كلنا عارفين ان تحديد شخصيه العميل تعتبر من الامور الصعبه قوي على كل مسؤول ائتمان، لانها بتنطوي على اسرار كتيره، وان انت تقعد تجمع معلومات كتير. ولو عايز تعرف تفاصيل اكتر في النقطه ديت، ممكن ترجع لفيديو اللي احنا كنا سجلناه اللي هو بتاع الاستعلام الميداني. كل ما كان العميل عنده قدره على الالتزام، كل ما كان العميل بيتمتع باخلاق طيبه، كل ما كان العميل بيتمتع بمميزات في معاملاته مع جيرانه والتزاماته الماليه وبيسدد كل التزاماته. وزي ما قلت لك قبل كده، تقدر تعرفه من سداد المرافق العامه، كهرباء، ميه، غاز، من سداد الايجار، من سداد اقساط المدارس بتاعت اولاده، حاجات كتيره قوي. يعني انا مش هقدر احصرها لك دلوقتي، بس لازم الحاجات دي كلها تكون في اعتبارك. بكده نكون اتكلمنا عن شخصيه العميل، وكل ما كان العميل ملتزم، كل ما كان اتخاذ قرار الموافقه على منح الائتمان من اداره المخاطر اسهل. يبقى انت حضرتك بتوضح النقط دي وبتسعى وراها وبتحاول توصلها لادارتك علشان تاخد الموافقه من اداره المخاطر ومبقاش في اي انعكاسات بينك وبينه. ندخل مع بعض على النقطة الثانية، الكباستي، وهي قدرة العميل. المقصود بها قدرة العميل المالية. يعني ايه؟ يعني مدى قدرته على السداد بالتزاماته، مدى قدرته على تحقيق مكسب او خسارة من نشاطه، مدى قدرته على التعامل مع الناس. كل دي انواع من انواع القدرة. انت لما بتيجي تعرض الملف على إدارة المخاطر، بتبقى فيه هنا نقط معينة لازم توضحها عشان معيار القدرة يكون سهل تحديده. زي ايه؟ معاملاته السابقه معاك كبنك او كمؤسسه، هل كان ملتزم فيها؟ حصل على عده تمويلات وكان ملتزم في السداد؟ كان بيدفع بانتظام وفي مواعيده؟ كل الكلام ده بيفرق مع اداره المخاطر. طب هل هو واخد تمويلات من اماكن اخرى؟ ايا كانت بقى، سلع استهلاكيه، قروض نقديه، اي نوع من انواع القروض. لو هو واخد تمويلات من اماكن تانيه وملتزم، ده على فكره بيبقى عنده تاريخ ائتماني كويس، وتقدر يبقى عنده القدره على ان هو ياخد منك تمويل. الحاجات دي كلها تندرج تحت بند اسم القدره. فبيجي مسؤول المخاطر لما بيجي له الملف يدرس النقط دي، تاريخه الائتماني عندنا وعند غيرنا، يدرس قدرته على التعامل مع الناس، يدرس سمعته اللي انت كاتبها في الاستعلام بتاعك. لا، الكلام ده كله تمام، نروح داخلين على النقطه اللي بعد كده، وهي الكابيتال او راس المال. طبعا انا كل ما اجي اتكلم على عنصر هقول لك ده يعتبر من اهم العناصر، بس هو الفرق هنا في ايه؟ راس المال بيديك مدى القدره على ان انت تقدر تحصل اموالك لو لا قدر الله العميل اتعرض لازمه ماليه. يعني النهارده الراجل ده عنده ممتلكات كتير، بضائع كتير، الراجل ده عنده عيله قويه او اسره ملائتها الماليه قويه تقدر انها تسد عنه الدين، كل دي حاجات بتفرق معاك جامد. يعني النهارده دخلت على عميل ولقيت عنده في المحل بتاعه او في المخزن او في شركته ايا كان الوضع، عنده بضاعه قيمتها 100,000 جنيه، ورحت حضرتك عاوز تمنعه 50,000 جنيه، كده انت كل جنيه بتديهوله قصاده 2 جنيه ممتلكات عند العميل. نفترض ان العميل مثلا عنده شقه تمليك، عنده بيت، عنده اي ممتلكات، فبتبتدي تحسبها بالشكل ده. كل جنيه هديهوله مقابله قد ايه من ممتلكات العميل يقدر يسدهولي لو لا قدر الله اتعرض لازمه ماليه.
الخطوره بتيجي فين بقى؟ لو العكس حصل، يعني لو حضرتك هتدي له تمويل كبير اكتر من ممتلكاته. حصل معايا الكلام ده مره في اواخر التسعينيات، جالنا عميل فاتح كافيه، وكان في الوقت ده فكره الكافيهات اللي هي المودرن اللي موجوده دلوقتي بقت في كل مكان كانت لسه جديده. فاتح كافيه في مكان فخم جدا في مدينه نصر، ومؤسسه كويس قوي، وبصراحه المكان كان مبهر، وكان طالب تمويل ما يعتبرش كبير بالنسبه للحاجات الموجودات اللي في المكان. بصراحه يعني احنا كلنا كلجنه كنا موافقين على ان هو ياخد التمويل، بس ربنا الهمنا بحاجه بسيطه جدا، ادينا فواتير الحاجات اللي موجوده في المكان. فوجئنا بالاتي: ان المكان ايجار، المعدات والتجهيزات اللي في المكان كلها ايجار، حتى يعني كل حاجه عنده ما عندوش حاجه يمتلكها. فالنهارده اي نعم هو طالب مبلغ مش كبير، بس بالنسبه للموجودات او ممتلكاته يعتبر ضخم جدا، لان هو ما عندوش ممتلكات تذكر في المكان. فطبعا رفضنا التمويل ده، لان هو ما جاش صريح من الاول. دي نقطه ترجع للشخصيه الكاركتر بتاعه. تاني حاجه، ما قدم ليش راس مال اقدر اعتمد عليه ان انا امنحه على اساسه. كلنا بنشتغل، احنا واداره المخاطر، كل البنك بيشتغل علشان يقل البنك او المؤسسه بتاعتك مخاطر عدم السداد. هو ده الكونسبت اللي حضرتك لو عملت حاجه اسمها تقطير واشتغلت في الاطار ده، صدقني هتبقى من انجح الناس في مهنتك وفي نشاطك. دلوقتي بقى هندخل مع بعض على النقطه الرابعه، وهي الكولاترال او الضمانات. ايه المقصود بالضمانات؟ في اخر الكورس كنت بتكلم مع الناس فقالوا لي ما هي قريبه من راس المال، يعني هو نفس الفكره. لا لا لا، الضمان هو الاصل اللي العميل بيحطه تحت تصرف البنك او مؤسستك، ولا يملك حق التصرف فيه طوال فتره التمويل. يعني ببساطه شديده، زي لما العميل بيشتري عربيه بالقسط، بيحصل ايه؟ بنعمل له حظر بيع عليها. العربية تمنها 300,000 جنيه، العميل دافع منها 150,000 جنيه مثلا، احنا واخدين ضمان قصاد ال 150,000 جنيه ال 300,000 جنيه، يبقى كل جنيه العميل واخده انا ضامن قصاده حق. هنا دايما حتى في شركات البيع بالتقسيط او البيع الاجل بيقول لك مع حفظ ملكية البضاعة المباعة لحين سداد كامل قيمتها. الكلام ده في كل اشكال التمويل دلوقتي بقت تعمل النقطة دي. يبقى انت النهارده كل ما العميل يقدم لك ضمانات اقوى، كل ما كان موظف او زميلك بتاع اداره المخاطر يقدر ان هو يوافق على التمويل ببساطه. هو انا لازم كل الضمانات تبقى عباره عن نص العربيه ولا مش كده؟ لا لا، مش شرط. ممكن العميل يجيب شخص يضمنه. يعني ايه؟ ايه مواصفات الضامن ده؟ عارف الفايف سيز اللي احنا بنتكلم فيها دي كلها تكون متوفره في الضامن. دي بتدي قوة كبيرة جدا للعميل في ان هو يتقبل الطلب بتاعه. يبقى هنا الضمانات ممكن تكون مادية او ممكن تكون معنوية. حضرتك لازم تبحث عن الضمانات، ودورك ان انت تقيم الضمانات. العميل هياخد حاجة وهيقدم مقابلها ضمانات، حضرتك بتشوف الضمانات بعينيك. البضائع ما يكونش عنده مثلا مخزون بضائع اكسباير، ما يكونش عنده مخزون بضائع شايله لحد على سبيل الأمانة. انت ده دورك، تعرف الحاجات دي كلها مضمونة وموثوقة، وتقدم ملفك للمخاطر، ان شاء الله هيوافق عليه بدون مجهود يذكر. ودلوقتي هندخل على النقطه الخامسه في الفايف سيز، وهي الكونديشنز او الظروف المحيطه. لازم حضرتك تكون ملم بالقوانين بتاعه البلد او التعليمات اللي بتصدر اول باول، او حتى لو في تعديلات في الطرق والحاجات دي كلها. دي بنسميها الظروف المحيطه بالعميل. يعني ايه؟ يعني النهارده في اتجاه في الدوله ان هو هيعملوا مثلا كوبري في المنطقه الفلانيه. حضرتك ده بنعتبره ظروف محيطه بالعميل. يعني ايه؟ يعني النهارده لما هنبتدي يعملوا الكوبري هيحصل ايه؟ الشارع هيتقفل. فلما الشارع يتقفل كل الانشطه التجاريه او الصناعيه اللي في المنطقه دي هتتاثر. يبقى حضرتك تكون عارف كويس ان ده هيحصل للعميل بتاعك. دي بترجع لمدى قدرتك والمامك بالظروف المحيطه في المنطقه اللي انت بتشتغل فيها او المنطقه اللي انت مسؤول عنها. يعني احنا في فتره لما جم يعملوا مترو الانفاق بتاع شارع شبرا، اعمال الحفر قفلت شارع شبرا بالكامل، وعملوا سور على اليمين وعلى الشمال خلى ما فيش محل عارف يفتح. تقريبا كل المحلات اللي على شارع شبرا قفلت. طب هل انت لو ما تعرفش حاجه زي دي وعارف ان هم هيبتدوا مثلا في شهر كذا بدايه العمل في المترو، وجالك العميل قبلها بشهر او بشهرين ورحت مديله التمويل، ده كده مش تقصير منك؟ كل الحاجات دي لو انت مش عارفها حضرتك هتقع
في الكونديشنز دوت، وهيجي بتاع المخاطر يقول لك ما ينفعش التمويل دوت من نحو. انت مش هتبقى فاهم ليه، لان هو مش فاضي يشرح لكل واحد انا رفضت الكيسه ليه، بس في نفس الوقت هيبقى انت خسرت عميلك. ارجو ان احنا نكون وصلنا المعلومه. معلش انا طولت عليكم شويه، بس هو الموضوع شيق، وكل فتره كده همسك نقطه من النقط اللي المخاطر بتركز عليها وهنحاول نتكلم فيها مع بعض. وياريت لو عندك اي سؤال او استفسار اكتبوا لي في التعليقات وانا هرد عليكم على طول. اشكركم والى اللقاء، وياريت ما ننساش شير ولايك وسبسكرايب، وقابلكم في الحلقة الجاية ان شاء الله.